اليوم نحن بالمطبخ الحربي، أكلتنا اليوم باشا وعساكرو. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة ووصفة جديدة وحكاية سورية جديدة. خليكم معنا للمقادير. دغري على المقادير، أول شيء بدي كبة لبنية أعملها. أصلا ليش هي باشا وعساكرو؟ خلينا نبلش نحكي فيها. باشا يلي هو الكبة، والعساكر اللي هن الششبرة. فالباشا هي الكبة اللي هي من جوا لحمة ومن برا برغل ولحمة، هدول الباشوات. والعساكر هدول الناس يلي يا حرام مغلوب على أمرهم، من جوا لحمة ومن برا بس عجين يخطي عليهم. فالمهم الكبة نفس الكبة اللي نحنا بالعادة بنعملها، اللي عملناها بأول حلقة، نفسها أختعين بس بحجم صغير. بس مو الكبة يلي بقلبها دبس رمان ورمان، الكبة التقليدية يلي بس بقلبها صنوبر وجوز. أما بالنسبة للششبراك فهي عبارة عن العجين، مي وطحين وملح وبس. يعني كاسة طحين، وقديش بدنا مي؟ تقريبا نص كاسة أقل شوي مي، ورشة ملح بس، ولحمة مقليتها سمنة. هاي اللحمة سمنة قليتها وملح وفلفل. أنا بس عم بعمل الشغلات بسرعة عشان أختصر وقت، لأنه 15 دقيقة دوبنا نحكي شوي ونشتغل فيهم. تقريبا كيلو ونص لبن، معلقتين نشا لحتى أشوي اللبن، البهارات تبعيتها بدي ملح حسب الرغبة، معلقة تقريبا صغيرة، طرفون معلقة صغيرة، ممكن معلقتين صغار إذا في ناس بيحبوا نكهة الطرفون تكون قوية، كزبرة معلقة صغيرة، ثوم بدي تقريبا 4 أسنان ثوم مهروسين ناعم ناعم، سمنة معلقة كبيرة، وجرزة كزبرة خضر. هلأ حنبلش دغري بعمل الششبراك. فاصل ونرجع. هلأ حنبلش عمل الششبراك. العجينة برجع بكرر هي عبارة عن طحين ومي وشوية ملح، ما في شي تاني، شوية زيت لحتى تساعدني بالمد، شوي شرة صغيرة، هاي طحين. وهلأ حبلش بدور أبو بشير الفرع. اسمه كذا اسم، هلأ بفلسطين وبالأردن بينعدوا له أدان الشايب، لأنه هلأ شوفوا كيف شكلها بتطلع بالنسبة إلون تشبه أدان الشايب. أنا ما بحب هذا اللغة، يعني هذا الاسم ما كتير بحبه، لأنه يعني ما أنا كتير هيك محبز إنه الواحد يتخيل إنه بقلب اللبن في أدان للشايب. هي هي اختلافاتهم، يعني أنا بحس إنه ششبرة كلمة كتير حلوة وكتير لطيفة. بالكادر في معنى حدا من فلسطين، فاجا قال لي والله فوتينا بالحياة، مو على اساس عم تعملي هي الأكلة الحرب، شو جاب باشا شو جاب الششبرك لقلبها؟ فباشا وعساكرو هي لبنية وششبرك، خلطوهم مع بعض، عملوا حرب بيناتهم وطلعوا الباشا وعساكرو. حاولت رققها، انا ما بدي اياها تطلع سميكة لانه انا ما بدي اشويها دغري، بدي نزلها بقلب اللبن. هلا إذا أصغر من هاي ما عندي مشكلة، بس هذا أصغر شي لقيته. هلا حنبلش بحشي الششبرك مثل السمبوسه، لزقها مع بعضها، لزق الطماط، بعدين هلا هيك هيك لازم تكون شكلها. رح نعيد وحده ثانيه، رح كتر لحمه لانه طلعت شوي كبيره معي، فخليها تكون مليانه لحمه. بسكرها منيح 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 مثل السمبوسه، تمام؟ بعدين بعد ما هي هلا انا حكفي الشيش بركات لحالي، وبنرجع بعد الفاصل لحتى نشوي لبن. الان سنبدا بشوي اللبن، اكيد هلا بيكتبوا شو عن شوي اللبن، يعني طبخ اللبن. قبل ما نبلش بتشغيل النار على اللبن بدي
حط اول شيء اللبنات. بسم الله. انا اليوم كثرت اللبنات لانه الكادر عندي كلياته قال تاني منه عشاق اللبنيه والششبره. تقريبا هدول كيلو ونص لبن. لحتى نشوي اللبن بدنا نشا. في ناس بحطوا نشا، في ناس بحطوا بيض، في ناس بحطوا نشا وبيض. كاسة مي بدوب فيها معلقة نشا كاملة. للكيلو ونص بدي كاسة ونص، يعني معلقة ونص. فهلا اول شيء خفوا اللبنات منيح، اكيد فينا نخفقهم على ايدنا من غير ما نستخدم اي جهاز كهرباء. هلا بدي بلش بتحريك اللبن. يحرك عني هذا الجهاز، شكرا باسل. كل حلقه رح ضل عم بشكرك لانه هي الهديه كثير كثير عم تخفف عني تعب. منشغلها تقريبا ونتركها لحتى ينطبخ اللبن. اي ما بعرف اللبن طبخ بحط له رشه رز، لما بشوف الرز استوت معناتها اللبن انطبخ. فهلا رح اترككم بعد ما ينطبخ اللبن، بنشوفكم بعد الفاصل. حاجته انصرعنا، يعني اذا ما تعذبنا لازم ننصرع. طش لانهم اللبن صار جاهز. اول شيء بدي احط شويه ملح لللبن، معلقه صغيره. وثاني شيء بدي بلش طقه الكبه. الكبه اول شيء ببلش نزل الكبه. شوفوا شو جايبه انا. لازم يكون دائما معي هذا العود اللي هو نكاشات اسنان. بدي اعمل الكبه لحتى ما تفرط بقلب اللبن، هذا الشيء عشان يدخل اللبن من طرف ويطلع من طرف. تمام. بعدين حنزل الششبرة، رح نخفض عنه الطحين. هلا حاتركهم تقريبا ينطبخوا الششبركات ابو 10 دقائق، بعدين رح نرجع لطبق التقديم. بنشوفكم بعد الفاصل. وعالطرخون الخاين. ليش خاين؟ قال بيزرعوه بحرستا بيطلع لهم بالقابون، بيزرعوه بقرنه فبيطلع بقرنه ثانيه، لهيك خاين. ما عندي طرخون اخضر فرح استعمل طرخون يابس. ما له حركه هلا مبدئيا. شيلها مع جنب. بلشت قلايه سمنه وكزبره وتوم. بتحب السمنه هي الاكله لانه اصلا هي ما فيها دهن ابدا ابدا ابدا. لحط كمان رشه كزبره خضراء من غير تقلايه بقلب منها، والباقي للتقلايه. ثوم بنزله. هلا في ناس رح يكونوا رافضين فكره انه نحط الطرخون مع الثوم والكزبرة لأنه يمكن نكهة الكزبرة والثوم هي حتكون الأقوى، بس بتضل لما بتطلع الطرخون تحت الدراس بتضل ظاهرة يعني إلا ما يستطعم فيها الواحد. أنا كتير بحب الطرخون وبرمضان كتير كتير طيب مع سندويشة جبنة على السحور. هلأ هيك بنحط معلقة كزبرة يابسة كبيرة. لا يا سلام على ريحة الكزبرة والثوم. نغم. لا كزبرة خضرة دغري. حمر شوية سمنة والله. لا
بتحب السمنة هلك. الأردنيين بيحطوا لها رشة بهارات حندقوق لهي الأكلة، طيبة بتعطيها نكهة ظريفة. هي البهارات، بهارات الحندقوق، هي عشبة بتطلع بالصحراء بين الحجر، نكهتها كتير طيبة ولونها تقريبا أخضر على أصفر، يعني معنى أخضر 100% بلونه فيها السمنة كمان. هي الباشا هو وهالعساكر متسطحين بهالصحن مستنيين طشة السمنة مع الكزبرة. يا سلام، ما رح تعطي صوت قوي طشة السمنة لأنه هذا سخن وهذا سخن. الطعم سيأخذكم إلى هناك والرائحة ستأخذكم إلى حلقة جديدة نلاقيكم فيها وصفة سورية جديدة وحكاية سورية جديدة. يلا تترارارا تن تن عسل يا فوتي بالموضوع جاهزة؟ 5 4 3 اكشن. هندخل على الموضوع دغري؟ لا هندخل على الموضوع بعدين من تحت طبعا لانه هيك وحدة قوية. هندخل على الموضوع اكشن. هنخش بالموضوع بقى؟ ما بعرف ليش قلت مصري؟ اكيد مصري. يلا 5 4 شو بقى المصري؟ ما لاقي عليك. لا بقتلي انت شو انت لاقي عليك بس مطر بعشوائي. لا يلا حتى اولاد انا. يلا 5 4 3 اكشن. والله ما عاد في طاقه برمضان واحد كمان يقعد يشتغل بهي الشغله وهي الاكله. خاين يا طرخون نزرعك بحرستا نلاقيك بالقابون.